مرحبا، أنا باسكال وأهلا فيكم بماي تشانل هلو سانشاين كوك أند بيك. اليوم رح نعمل وصفة بتناسب النباتيين. رح نعمل كبدة البطاطا. هالوصفة كتير بسيطة ومكوناتها موجودين بكل بيت، بس سر الطعم الطيبة هي بالبهارات اللي رح نستعملها. بتقلية لحط ربع كوب من زيت الزيتون أو الزيت النباتي، وبحط فوقهم 3 بصلات حجم كبير مقطعين على شكل جوانح. بحرك البصل باستمرار حتى ما يحترق، وأول ما يدبلوا بزيد فوقهم 6 فصوص من الثوم مدقوقين أو مقطعين بشكل ناعم. وهلأ رح زيد الملح والبهارات. عندي ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة صغيرة 7 بهارات، نص ملعقة صغيرة بابريكا، وربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، وبحركهم كتير منيح. رح زيد هلأ جزرتين مقطعين وكبية من الذرة، ممكن نستبدلهم بالبازيلا أو بالحمص المسلوق. بدل حرك على نار متوسطة تحس انه الجزر بلش شوي يستوي، ولح زيد بهالمرحلة ربع كباية من الجوز المقطع خشن، هو لح يعطي قرشة كتير طيبة لهالحشوة. واخر شي قبل ما اطفي النار لح زيد ملعقة كبيرة من السماق وثلث الكوب من عصير الحامض أو تقريباً 10 ملاعق كبار. وهيك بتكون الحشوة صارت جاهزة عندي، بحطها على جنب وبنتقل لحضر عجينة الكبة. بسلق كيلو من البطاطا وبقشرهم وبهرسهم هن وسخنين. بزيد فوقهم ملعقة صغيرة من الملح، ملعقتين صغار من النعنع اليابس، ملعقة صغيرة من الكمون، نص ملعقة صغيرة 7 بهارات، نص ملعقة صغيرة عقدة صفراء أو كركم، وربع ملعقة صغيرة فلفل أبيض. بخلطهم كتير منيح مع بعضهم، وبزيد كمان بصلتين مبروشين وبكفي الخلط. بكون بهالوقت مغسلة كبيتين من البرغل الناعم ونقعتهم بالمي لمدة ربع ساعة. بصفي البرغل وبشيل منه المي كليا، بزيده فوق البطاطا، كفي خلط، وهيك بحصل على عجينة الكبة. وهلأ رح انتقل دغري تبلش بقراص الكبة. عم بستعمل كبيات المقاس، ممكن استعمل اي كيس صغيرة عندي وبشتغل بنفس الطريقة. بحط زيت على الكيسة من جوا وعلى كيس النايلون حتى ما تلزق معي العجينة. بعبي كيستي بعجينة البطاطا وبرجع بحط كيس النايلون فوقها وبكبس بالكباية اللي حجمها أصغر كتير منيح وبظهر الزوايد لبرا، بشيلهم بالملعقة، وهيك بكون خلقت مطرح تحط فيه الحشوة. وبدا يكتمل قرص الكبة لازم سكره كتير منيح. بحط شوية زيت على ايدي،
بمادة عجينة مدورة وبسكر فيها وجه الكاسة، وبتأكد أنه عم بختم الزوايا كتير منيح حتى ما يظهر شيء أبداً أنا وعم بخبزها. وبهالطريقة بكون عم شكل الكبة بطريقة سريعة وهينة. وبكفي بنفس الطريقة حتى تخلص عندي كل العجينة. في حال ما عندنا كبايات المقاس اللي أنا عم بستعملهم، ممكن نستعمل أي كيسة صغيرة الحجم، بمد العجينة بقلبها وبرققها وبغطي لها وجهها بنفس الطريقة اللي عم نشوفها بالفيديو. مقدار كيلو بطاطا بيعمل 14 حبة من الكبة بالقياس الكبية اللي أنا عم بستعمله. بصف الكبة واحدة حد التانية على صينية مدهونة بالزيت، وبحطهم بالفرن على درجة حرارة 180 أو 190 لوقت تقريبا 40 دقيقة أو حتى يحمر وجهن. إذا جربتوا هالوصفة ما تنسوا تخبروني بالكومنتس كيف طلعت معكم وإذا حبيتوها. بذكركم تشتركوا بالشانل وتفعلوا زر الجرس تيوصلكم كل الوصفات الجديدة. بشوفكن بالفيديو الجاي. باي باي.